زي الحال، الله يعزك يا شيخ حواد. كيف الحال؟ صلي لنا. طيب أقيموا صفوفكم وسد الخلل، تعهد الفرج واستووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كل نفس فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و
رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونعمك السلام تبارك يا رب لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رفع السماء سبعا بلا عمد وبسط الأراضين مثلهن على ماء جمد وأرسل الجبال فوقهن لهن وتد وخلق الخلق وأحصاهم عدد الحمد لله أنبع الماء من الجلمود وأخرج الزهر والثمر من يابس العود وهو الغفور الودود خرج موسى خائفا فعاد وهو الكليم وذهب ذو النون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم ونشأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتيما فكان الفضل بعد الله لذلك اليتيم والصلاة والسلام الأتمان أبدا على الهاشمي القرشي أحمد
خير من ركب الخوادي وأبر من دعا في النوادي وفاق ليوث العوادي، وعلى آله وصحبه بلها محبه والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد وإن داوم المثني عليه وكررا. إذا الله أثنى عليه بنفسه كفاه بذا فخرا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى ربنا عليه بذاته، فما مقدار ما تمدح الورى، يطيب لذي القلب المنور ذكره كما طاب برد الماء للكبد الحرى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روى أبو داود في سننه عن أبي أسيد مالك الساعدي رضي الله عنه قال: بين نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني نحن جلوس في هذا المجلس الرسولي الذي تحضره الملائكة ولا تؤبن فيه الحرم، لا غيبة فيه ولا نميمة ولا هجر، جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل علي من بر أبوي شيء بعد أن يولي؟ يبدو أن أباه قد مات، هو يسأل عن هل البر يستمر بعد الموت. فاسمع يا رعاك الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. هذه كم؟ هذه خمسة. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا كل نفس ذائقة الموت، ذكرت ثلاث مواطن في القرآن، في سورة آل عمران الآية 185، وعندنا في سورة الأنبياء، ثم في سورة العنكبوت. هذا طريق أنت لست عنه بأغفلي، وإذا أصبت بمصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، هي أعظم المصائب وفيها تسلية للقلوب. ولذلك ذو القرنين لما حضرته الوفاة كتب لأمي كتابا وكان غيبا، كان مسافرا، فقال: يا أماه اصنعي طعاما وقولي لا يقربن المائدة من أصيب بمصيبة. قال لا تصنعي طعام وتبعت تقول اللي يبغى يجي يحضر بشرط أن ما يكون أصيب بإيش؟ بمصيبة. فقالت: يا بني وعظني فتعزيت بما قلت فجزاك الله عني خيرا. قالت يعني وصلت إيش؟ وصلت النصيحة أنه لن يأتي أحد يأكل من هذا إيش؟ من هذا الطعام، لأنه ما في إنسان إلا وقد أصيب بإيش؟ أصيب بمصيبة. لكن النظرة الإيجابية بعد أن ننزل من المصيبة، النبي لما مات ابنه إبراهيم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحت أبي سلمة، فلما مات زوجها قالت: تذكرت النبي لما قال إذا أصيب أحدكم بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله عليه خيرا، فدعوت بهذا الدعاء فأخلف الله علي بمن؟ برسول الله. ومن خير من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ مرة من المرات عند أحمد في المسند قالت: يا رسول الله، إذا ماتت المرأة ومات عنها أزواجها، يعني المرأة مثل حالة أم سلمة، زوجها يموت الزوج بعده وهكذا، هي لمن إذا دخلوا الجنة جميعا؟ قال: لأحسنهم خلقا يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. في أحد أحسن خلق من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإنك لعلى خلق عظيم، ما في أحد. فلذلك النبي يقول: الصلاة عليهما، يعني الدعاء. ولذلك شيخنا الشيخ عواد الثقفي رحمه الله: نحتسب عند الله عز وجل، والله لا بيننا وبينه رحم إلا الإسلام، ولا بيننا وبينه ميراث، ولا كتب لنا وصية، لكن هي محبة في الله تبارك وتعالى. يشهد عليه هذا المنبر وهذا المحراب ومحاريب كثيرة تشهد له، وهذه المكتبة كم جلس فيها وكم علم فيها عقودا من الزمن طويلا تأتي له شاهدا يوم القيامة.
الإمام أحمد رحمه الله قالوا يا إمام إلى متى وأنت تحمل الكتب؟ قال لعل الكلمة التي يغفر لي بها لم أقلها بعد. قالوا من يعني خلاص أنت كبر. قال لعل الكلمة التي أنا يغفر لي فيها أنا لسه إيش ما قلتها بعد. ومع مرضه رحمه الله كان لا يترك الدعوة إلى الله عز وجل، عند درس كان في الثنيان كل خميس بعد الظهر، وهنا وهنا وفي كل مكان رحمه الله. من وصفه الجميلة في بر أمه أنه قد رتب، يحكي لي هذه أحد الناس يقول رتبنا في يوم مع الشيخ عواد إحنا طالعين طلعة، قال أستأذن من إيش؟ من أمي. قالت لا لا ما تطلع، فاتصل بهم وقال لهم أمي لم تأذن لي. فين الناس الآن الشباب والشيب والكبار؟ يا أمي لا تعقديني، يا أمي لا تتعبيني، يا أمي لا تسوي بي، أخويان كلهم طالعين ليش أنا ما أطلع معهم؟ ما راجعها أبدا، واتصل بإخوانه وأصحابه قال ترى أمي ما أذنت وأنا أعتذر إليكم. هكذا البر أيها الكرام الفضلاء، ولا نزكي على الله أحدا، ولا بأس في مدح الرجل بعد أن يولي، إنما الذي يمنع هو أن يمدح الرجل في وجهه، لكن بعد أن يولي نعم تذكر مناقبه وتذكر محاسنه ليقتدي بها السائرون السالكون على الطريق. الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. روى ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله عن عبد الله بن دينار قال كنا مع ابن عمر في طريق بين مكة والمدينة رايحين عمرة، فلقي أعرابيا فنزل له من على دابته وأركبه إياه، ثم خلع له جبته وخلع له عمته. ابن دينار قال يا أبا عبد الرحمن الأعراب يكفيهم القليل درهم درهمين وانتهى. قال إن أبا هذا كان ودا لعمر، مو هو ده أبوه، وإني سمعت النبي يقول إن من أبر البر أن يبر الرجل ود أبيه بعد أن يولي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، ولا أطيل عليكم، ويكفي سورا أحاط معصما، وخير الكلام ما قل ودل. اللهم ارحم عبيدك وشيخنا الشيخ عواد الثقفي يا رب العالمين، واجعل مثواه جناتك جنات النعيم. اللهم ألحقنا بنبينا على خير عمل صالح يا أرحم الراحمين، وعسلنا عند موتنا، واختم لنا بخير، وارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، وجلل بالحجاب نساءنا وربنا ورب أولادنا. اللهم اغفر لأهل هذا المسجد ولأهل هذا الحي. تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لاح قمري ورفع آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صرت جد ولا باقي؟ صرت خلاص ما شاء الله قبل اسبوعين. ماذا رزقت ان شاء الله؟ كيف حالك؟ رزقت بمن؟ الله يجزاك باذن الله. الله يسعدك، كيف الحال؟ الله يجزاك الله خير. نصلي ونذهب.